ونرجع مع ضحايه فتح الحوض من تاني مع لوجي بالرياكشن اللي هي تحسها بتاخد غطس. مش عارف ليه حسيت انه فيها الشبه من عروسه باربي، وهتشوفوا النظرات بتاعتها اللي جايه دلوقتي. مش عارف ليه حسيت انها بتشوف شريط حياتها بعد النظره دي تماما. صرخ يا عادي، خليكي كتاكي. انا حسيت اني ماسك حرامي. بتتصل عليا بالليل ترخيم عليا؟ هم عشان ورما حرفيا هتشوف غل دلوقتي ما شفتوش، وهي عايزه تقطع ايدي بخربشها ونظراتها اللي هي عايزه تموتني. هي هنا هديت شويه بس مش عارف حسيت انها عايزه تتف في وشي. سبعه هتخربشي هضربك. سته. وانا حسيت ان روحها بتترد لها من تاني، تحس انها عامله فوطه سخنه عند سودا الحلاق. ويلكم وبس.